بو واحد على وما رغبنا فيه رسول الله الا وهو ادخال السرور على المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. وبمناسبة شهر مولد النبي المختار صلى الله عليه وسلم ارتأى مجلس الخيرات لمسجد الفرقان بلدية قصر حيران ولاية الأغواط أن ينظم تحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف هذه التظاهرة الطيبة التي فيها من المشاريع الخيرية الكثير والكثير. كان المشروع الأول اليوم هو ختان أبناء هذه البلدة، حيث سجل 65 ابنا من أبناء هذه البلدة، حيث لاقت هذه المبادرة فرحا وسرورا عند العائلات وعند الأسر وعند المجتمع. نحكي بشجوعكم. وفرت إدارة المؤسسة جميع ما تحتاجه الحملة من أجل الإنجاح من طاقم طبي يتكون من طبيبة مختصة في الجراحة العامة، طبيبة مختصة في جراحة الأطفال، وفريق شبه طبي، مع توفير جميع المستلزمات الصيدلانية كأدوية ومستلزمات وعطاء طبي لإنجاح هذه الحملة. اليوم بشرنا في حملة الختان بمناسبة المولد النبوي الشريف مع الطاقم الطبي والشبه الطبي والإدارة، الماتريال متوفر والحمد لله، يعني بون امبيونس. ماهيش أول مرة نديروا هذا النوع من الحملات، صافي توجور بليزير دو فيغ هذا النوع من العمل الإنساني سورتو بالمناسبات الدينية. أشكر المؤسسة الإسرائيلية بومدين هواري بومدين ومسجد الفرقان على هذه المبادرة لاختتان الأطفال الصغار. إن شاء الله هذه المبادرة تعملها ولاية الأغواط وكل البلديات إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله ويحفظ إن شاء الله الجمعية اللي راها دايرة هذه المبادرة، وربي يحفظ وليداتنا، ربي يحفظ كاع وليداتنا وليدات الجزائر. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.